وأعني ما أقول. اتفقوا على شخص تسمعون له جميعا، أغلبكم لا أقول الجميع، اتفقوا عليه وأنا معه إن شاء الله أول واحد، أسلم له كل ما عندي. هناك خطوط حمراء في المحرم، أرجو أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليه، وأرجو أن يكفون من يسعى لخراب المحرم، يكفون إياه، لأنه إذا تدخلنا لحماية المحرم سنتدخل بشكل شديد. تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الشوكة والرأي والاختصاص والكفاءة العلمية. ثانيا، ندعو مجلس الشورى العام في المناطق المقررة لإجراء انتخابات مبكرة وإعادة النظر في القانون الانتخابي وآلياته. ثالثا، إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية. رابعا، تشكيل ديوان المظالم والمحاسبة. خامسا، تشكيل جهاز رقابي أعلى. سادسا، إعادة النظر في السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار. سابعاً، تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية. المطالب المحققة أخذت بعين الاعتبار، وبهذه الإجراءات إن شاء الله تطرح بها الذمة. لن نسمح لأحد على أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات لن نعود إلى الإطلاق. هناك من تضرر من انضباط المحرر ويريد العودة به إلى الوراء مستغلا بعض المطالب المحققة والحادثة الأخيرة التي حدثت.